في أرض بعيدة كان هناك وديان خضراء جميلة، وفي هذه الوديان عاشت مجموعة من الأرانب الصغيرة. كانت هذه الأرانب تعيش حياة هانئة وممتعة في وسط الطبيعة الخلابة. في يوم من الأيام قررت أرنبة صغيرة اسمها ليلي أن تختبر حظها وتستكشف المكان الذي لم تذهب إليه من قبل. خرجت ليلي مع أصدقائها، وكانت الشمس تشرق بأشعتها الدافئة، مما جعل اليوم مثاليا للمغامرة. في أثناء رحلتهم اكتشفوا مكانا سريا في الغابة، حيث كان هناك حديقة سحرية مليئة بالزهور الملونة والفراشات الجميلة. كانت الأرانب سعيدة للغاية بهذا الاكتشاف، وبدأوا في اللعب والركض في هذا البستان الجميل. وفي لحظة سحرية بدأت الزهور في الازدهار بشكل غير عادي، وظهر أمام الأرانب كائن صغير ساحر. قال لهم: أنا الحارس السحري لهذا البستان، وأنتم الضيوف المحظوظين، أتيتم إلى هنا لتجربة السعادة والصداقة. وبدأت الأرانب في قضاء وقت رائع مع الحارس السحري، وتعلموا دروسا قيمة حول أهمية الصداقة والتعاون. وفي النهاية عادت الأرانب إلى وديانها محملة بالذكريات الجميلة والسعادة. استمتعت ليلي وأصدقاؤها بتلك اللحظات السحرية في حياتهم، وظلت القصة حديثا جميلا بين الأرانب للأبد. وكلما ذهبوا إلى البستان السحري نمت الزهور ورقصت الفراشات لاستقبالهم بسعادة، ليعيشوا مغامرات جديدة ويملأوا حياتهم بالبهجة والأمل.